le gant mécanique et toxique, électrique, le gant électrique. لا سيرتيفيكاسيون. ونجيب لكم القارورات المائيه والغباريه والغازيه ونشوفوا الاعوان تاعنا التاهيل تاعكم، هل راكم في المستوى التاهيل او مازال مخصوصين. غدوه تحضروا رواحكم، كيما القارورات هذه غباريه، هذه نستعملوها بوليبار، نستعملوها ادفاع الحريق. ادفاع الحريق شهو لا كلاس دو فو شهو. كاين لوكسيد الكربون علاش نستعملوها؟ الشرارة الكهربائية بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، معكم سيني أمين حارس مدرسة ابتدائية ماري كوري. جيت لغرفة التجارة نديرو شهادة تكوينية لتطوير المهارات تاعنا في العون الأمن والحراسة، وكذلك حراسة المرافق الصناعية. الحمد لله تم هذا الأمر بمرافقة أخصائيين من الحماية المدنية وأعوان الأمن الصناعيين. دينا دروس حول إنقاذ المصابين وحماية المؤسسات وكذلك تجنب الأخطار. وحاليا رانا نديرو حول التعامل مع الأدوات صيانة المناطق الصناعية. وغدوة إن شاء الله بإذن الله الرحمن الرحيم عندنا دروس تطبيقية 100% حول إخماد النيران وكيفية استعمال قوارب إطفاء النيران بإذن الله تعالى. الحالية هذه هي. تمهيدات تاعنا؟ فضلك.